السلام عليكم، انا الشيف شكري وهعمل معاكم النهارده فطاير الجبنه بالخضار بعجينه جديده جميله جدا وناعمه جدا، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. شايفين شكلها طبعا جميل وطعمها احلى من شكلها زي ما بنقول، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندي 300 جرام دقيق، وعندي كوبايه الا ربع ميه، عندي نص كوبايه سمنه، عندي معلقتين كبار سكر، عندي معلقة صغيرة خميرة، ومعلقة صغيرة عجين طماطم، صلصة الطماطم الجاهزة. هنحطها على الدقيق، عليها المعلقة الصغيرة من الخميرة، 5 جرام يعني كوبايتين دقيق وخمسة جرام خميرة، ومعلقتين كبار سكر 30 جرام، ونص كوباية سمنة 50 جرام، وعند الميه هاخد 3/4 كوبايه بس. هنقلب الخليط كله مع بعضه كويس زي ما انتم شايفين كده. عجينه سهله وبسيطه وطعمها جميل، والصلصه اللي احنا حاطينها ديت هتدي له طعم جميل قوي. هنحط الميه شويه شويه ونشوف الدنيا فيها ايه بعد كده. اهو نقلب العجينه كويس اهوت زي ما انتم شايفين، بدأت تشبك في بعضها اهوت. مجرد ما هتلم هطلع بقى على الرخام على طول وابدأ ان انا اخدمها. عجينة بتبقى مفتوحة طرية شوية يعني، ما تقلقيش منها اهيت، بس مجرد ما بتدعكي فيها بتشد عرق على طول وبتلم نفسها. اهو بدأت تلم معانا، هي طلعنا على الرخامة بيها زي ما قلت، عجينة طرية. اهم حاجه في الموضوع كله ان هي تدعك كويس جدا لحد ما كل اللي فيها يختلط ببعض. انتوا شايفين معلقه الصلصه اللي احنا حاطينها ملونه في العجينه اهيت، انا عايز العجينه كلها تبقى لون واحد بقى، ما تبقاش الصلصه مقطعه فيها كده. اهو ندعك العجينه كويس، عجينه لونها بيبيض وبتنعم، وزي ما قلت قبل كده دي الجوده بتاعت النوع اللي احنا بنشتغل فيه اهوت. دعكنا العجينة كويس، هنسيب لك الوقت بتاع الدعك اهوت. بعد كده هنسيبها دقيقتين بالظبط مش اكتر من كده، هرش جنبنا دقيق، مش هسيبها تخمر ولا حاجة، هشتغل على طول. هرش دقيق جنبنا ونبدأ نقطعها على الحجم ده، قطع الحجم ده. اهو قطعنا العجينة زي ما انتوا شايفين اهوت، ناخد منها حتة، هي كلها كوبايتين دقيق، هنقطعها بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. زي ما قلنا عجينة طرية اهوت، وهنكمل بقية تقطيع العجين. قطعناه هنبدأ نلفه تحت ايدينا كده ونحطه على الدقيق اللي احنا رشينه ان هو يرتاح شوية ويخمر. انا لحد دلوقتي مخمرتش على فكرة، انا شغال على طول مخمرتش. هنسيبها بس 5 دقايق كده. عندي بقى بعد كده الخلطة بتاعتنا، عندي زيتون فيليه، زيتون اسود، عندي فلفلاية واحدة متقطعة صغير، عندي طماطماية جامدة متقطعة صغير برضو، وعندي شوية جبنة اسطنبولي او جبنة الدوبل، الجبنة اللي مفيش فيها مية، وعندي معلقة زعتر. حطينا معلقة الزعتر، عليها الطماطم بتاعتنا اهوت، عليها الفلفل الاخضر. طبعا لو انتوا بتحبوا الحراق هتحط فلفل حراق، هتحط فلفل اسمر، هتحط شطة، يعني هتزود البهارات اللي هي اللي بتحرق الحاجة براحتك. وهنقلب الخليط ده مع بعضه كله كويس كده، وهنسيبه مع بعض 5 دقايق ياخد ودي مع بعضه، الطماطم والفلفل والزعتر والزيتون اهو زي ما انتم شايفين. وعندي الجبنه اهيت لسه مش هنشتغل بيها دلوقتي اهو. قلبناها كويس، خلطناها كويس مع بعضها، وهنسيبها تاخد وتدي مع بعضها شويه كده. بعد كده هنعمل ايه؟ زي ما قلنا هنسيبها تستريح شويه، وهناخد قطعه من العجينه اهيت مع رش الدقيق فوق وتحت، وافردها بايدي زي القرصه اهو، وعلى
الصينية بتاعتها أو الصاج بتاعها. خد بالك بس دهوت في الدقيق، رشة فوق ورشة تحت، وهفرد العجينة كده زي القرصة وهحطها في الصاج. موضوع سهل وبسيط خالص، ما فيش فيه أي حاجة. وأنا خلصت خلاص، عندي كوباية، ظهر كوباية حطه في الدقيق وهتك على وسط العجينة، فضي مكان علشان أحط فيه الخضار بتاعي. زي ما انتوا شايفينه تكي جامد، ما تخافيش، اهم حاجه يبقى ارضيه الكوبايه فيها دقيق علشان ما تلزقش في العجين. وهبدا اخد الخليط بتاعي احطه في العجين اهو، في الدايره بالظبط، مش عايز الخضار ده يطلع بره الدايره. اهو زي ما انتوا شايفين، ناخد الخضار بتاعنا. عايزه تزودي اي حاجه في الخضار ده زودي براحتك، مفيش فيه مشكله اهوت. طبعا الخضار مش هتزودي غير بهارات، يعني انما ما فيش حاجه تتحط تاني غير بهارات بقى. اذا كنت بتحبي حراق هتحط فلفلايه حراقه، هتحط شويه شطه، هتحط الحاجات اللي هي بتدي سبايسي للنوع ده لو انت بتحبي الموضوع ده. وعندك جبنه اسطنبولي هحطها على الوش. ما بتحبش الجبنه الاسطنبولي، ممكن لو عندك شيدر حطي، عندك موزاريلا حطي على الوش، هي هي النتيجه. بس هي مع الجبنه الاسطنبولي بيبقى لها طعم جميل جدا جدا العجينه دي، وبسيطه وسهله ما فيش فيها اي حاجه اهو. بكسر الجبنه وكل حته على حتتين جبنه كده، وهسيبها بقى الوقت تخمر. دي اول خمير لها، وبعد كده هندخلها الفرن. هي زي ما انتوا شايفين غطيتها بكيس بلاستيك وسبتها تخمر، خمرت على الفرن على طول على درجة حرارة 200، الفرن يكون سخن على الشبكة اللي في الوسط، وهي ما بتلونش، يعني ما تستنيش ان هي تحمر، لان هي صلصة الطماطم مش هتدي لها لون. ما خدتش حاجة في الفرن على طول، وطلعت اهي استوت، شكلها جميل وريحتها جميلة جدا. هنسيبها تبرد وبعد كده نحطها في طبق التقديم ونشوفها بعد كده. اهي بردت خلاص، طريه جدا وهشه جدا، وطعم العجينه جميل، يستاهل انكم تجربوه طبعا. وهنقرب واحده كده للكاميرا نشوف الدنيا فيها ايه. اهي زي ما انتم شايفينها، ادي الجبنه والزيتون والطماطم والفلفل فيها. عايزه تكتري كتري، عايزه تقللي قللي براحتك خالص. طعمها جميل وريحتها جميله وطريه وناعمه، فعلا تستاهل انكم تجربوه. والموضوع كله كوبايتين دقيق مش حاجه اهو. نقرب عليها كده بالكاميرا نشوف الدنيا فيها ايه. اهي فعلا شيك وشكلها جميل، وممكن تغيري في الحشوات زي ما انت عايزه، وتغيري في الطعم زي ما انت عايزه، بس انا بوريكي اساس الموضوع اهو. زي ما انت شايفينها جميله جدا. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.